السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الدورة المباركة. الرسالة التي بين أيدينا والقاعدة التي بين أيدينا أو التي رأيت أنها من المناسب أن تكون دراسة طيبة هي قاعدة الاستحسان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بادئ النظر، في بادئ النظر ربما يقال أن الاستحسان قاعدة معروفة ومشهورة، ويتبادر إلى الذهن قول الشافعي: من استحسن فقد شرع. هذا المعروف، حتى العوام، عوام الناس يعرفون هذا، يستحسن في الشريعة. أيعقل أن شيخ الإسلام في قاعدة دارجة معروفة مشهورة أن يؤلف فيها مصنفا خاصا وهو هذا المصنف الذي بين أيدينا؟ كما أسلفت بادي النظر، نعم، قاعدة يعني لا 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 طائل أو من الخلاف وراءها، لا سيما لمن عاد إلى بعض الكتب، فإنه يجد في الجملة في تعاريف أو في تعريف هذه القاعدة، قاعدة الاستحسان، أنها تقديم الأثر أو تقديم الحديث على القياس، وهذا من تحصيل الحاصل. يعني من الذي يجادل أن الأثر أو أن الحديث يقدم على القياس؟ وهذا تعريف مشهور تجده في كتب الأصول حين يعرفون الاستحسان، الحنفية وغيرهم يقولون هو تقديم الأثر أو تقديم الحديث على القياس. إذا كان الأمر كذلك، فما هو الطائل من تأليف رسالة مستقلة في هذا المعنى أو في هذه القاعدة؟ هذا بادي النظر. لكن هذه القاعدة، قاعدة الاستحسان، هي من أكثر القواعد إشكالا، ومن غير مبالغة، وأشار الشيخ في مقدمة كتابه أو في مقدمة هذه الرسالة إلى ذلك، أنها من أكثر القواعد إشكالا. وإشكالها يعود إلى ثلاثة أمور. أولاها الإشكال الأول في تعريف الاستحسان، ما المقصود بالاستحسان؟ فإنك لو رجعت إلى كتب الأصول ويبحثونها في باب الأدلة المختلفة فيها في آخر كتب الأصول، تجد أحيانا ربما 8 أو 9 أقوال في تعريف هذه القاعدة. فهي مشكلة من هذا الوجه، بمعنى أن أهل العلم لم يستقروا على تعريف لها، وكل مذهب وكل رأي وكل عالم يعرفها بتعريف. فهذا من هذا الباب لا شك أن هذه مسألة مشكلة. ثم أيضا إشكالها في نسبتها إلى المذاهب، في نسبتها إلى المذاهب. فإذا صح أن يقال قول التراجم بمعنى القاعدة التي يرمي بها كل مذهب الآخر، فأيضا بإمكانك أن تقول أن قاعدة الاستحسان هي من هذا القبيل، فكل مذهب يرمي الآخر بالقول به، وكل مذهب تجد أن أصحابه أو أن إمام المذهب له قولان في هذه القاعدة، أو أصحابه يخرجون على أصوله تخريجان لهذه القاعدة. الإمام أحمد في مذهبه قولان، وكذلك الشافعي، وكذلك الإمام مالك. وهذا أيضا مشكل من هذا الوجه. ثم إن هذه القاعدة إذا تأملتها كما أسلفت قبل قليل، هي قاعدة من حيث، أو إذا نظرت في بادي النظر، لا طائل من ورائها ولا إشكال من ورائها. اللهم إلا إذا أرجعت هذه القاعدة إلى قاعدة أخرى، وهي تخصيص العلة،
فحينئذ تستحيل هذه القاعدة إلى مسألة شائكة أو من أشد أو من أكثر مسائل الأصول إشكالا، وهي مسألة تخصيص العلة. فإن هذه القاعدة قاعدة الاستحسان قد خرجها أهل العلم، وكذلك الشيخ في هذا المقام قد خرجها على قاعدة أخرى تذكر في باب القياس، وهي مسألة تخصيص العلة. ومسألة تخصيص العلة وقاعدة تخصيص العلة فيها ما فيها من الخلاف، وفيها ما فيها من الإشكال. وإشكال آخر يترتب على القول بتخصيص العلة، وهو أنه يعود أيضا إلى أصل آخر، وهو نقض العلة. بمعنى، من يقول بتخصيص العلة هل يلزم من ذلك أن يقال بنقض العلة؟ أيضا هذه مسألة شائكة مشكلة يعرفها كل شاد لهذا العلم، وكل من رجع إلى هذه القاعدة من حيث الجملة. لذلك لا تستغرب حين يؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا مستقلا أو رسالة مستقلة في هذا الأصل، هو من وجه لا إشكال فيها. إذا قلنا تقديم الأثر أو تقديم الحديث على القياس لا إشكال في ذلك، أو من يقول تقديم أقوى القياسين على الآخر لا إشكال في ذلك، لكن إذا خرجتها على قاعدة تخصيص العلة حينئذ يظهر الإشكال العظيم في هذه القاعدة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة فريدة في بابها. وفيما يغلب على ظني أن أصحاب الشيخ أصحاب ابن تيمية متقدمهم لم يطلعوا على هذه الرسالة، لا سيما ابن مفلح تلميذ الشيخ، فإني ما وجدته قد نقل أي نقل على دقة هذا التحرير وعلى دقة توجيهات الشيخ في هذا المقام، ما وجدته أشار إلى هذا التحقيق أو أشار إلى هذه الرسالة البتة. وكذلك من اعتنى من متأخر الحنابلة أو من سار على منهج ابن مفلح في التأليف كالمرداوي وابن النجار وغيرهم، أيضا في باب الاستحسان أو في باب تخصيص العلة لم يشير البتة إلى تحقيق الشيخ في هذا المقام أو الإشارة إلى هذه الرسالة أو هذه القاعدة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية. إنما الذي ذكرها فيما أعلم، وكذلك ذكرها المحقق في هذا المقام، إنما ذكرها تلميذه ابن القيم في كتابه الفوائد، فإنه أشار إلى هذه القاعدة ونقل نقولا عن الشيخ في هذا المقام. أما كتب الأصول ففيما أعلم، اللهم إذا وجدتم شيئا فأبلغوني، لكن ابن مفلح تلميذه. ومظان هذه المسألة في باب الاستحسان أو في تخصيص العلة في باب القياس لا بد وأن ينقل عن الشيخ في هذا المقام، لكنني ما وجدت شيئا مما يجعلني أميل أو يغلب على ظني أن هذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية ثم رفعت ولم يطلع عليها إلا تلميذه ابن القيم، أما بقية تلاميذه فلم يطلعوا عليها. فمن هذا الباب أيضا كانت هذه الرسالة قيمة في بابها. وأمر آخر، أن الشيخ في هذا المقام قد بين هذه القاعدة أو صلة الاستحسان بقاعدة تخصيص العلة في على أحسن بيان، ويشير الأصوليون في باب الأدلة المختلف فيها إذا رجعت لها يشيرون إلى أن الاستحسان من معانيه أو من تعريفاته أنه تخصيص العلة، ولا يطيلون النفس في هذا المقام. لكن الشيخ في هذا المقام بين هذه المسألة وصلتها على أحسن ما يكون، وفيما يغلب على ظني أنه قد زال ورفع الإشكال عن هذه القاعدة بهذا التحرير القيم الذي أورده في هذه الرسالة. لذا هذه الرسالة نفيسة في هذا الباب أو في هذا المقام.
وقد بذل محققها الشيخ عزيز شمس جهدا جبارا في تحرير أو في قراءة نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه المعلوم والمعروف أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان خطه رديئا، وهذا أمر يعرفه كل من قرأ مخطوطات الشيخ، فإن قراءة خطه رحمه الله تعالى في غاية الصعوبة، بل إن ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك في ترجمته، في ترجمة ابن تيمية في التاريخ، قال: وكان له من يخط يكتب له رسائله وهو ابن كذا المغرب، نسيت والله اسمه، يقول: وكان يجيد قراءة خط الشيخ حتى أن الشيخ ربما غفل عن خطه، بمعنى ما يستطيع يقرأه، وحين تكتب كتابة أنت وإذا رجعت إلى خطك تنسى. قال: حتى أنه كان يدل الشيخ على بعض ما يشكل من خطه، ذكر ذلك في كتابه في 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 التاريخ. فلذلك من هذا الباب بذل المحقق جهدا عظيما مشكورا في قراءة هذه الرسالة وفي تحريرها وفي بيان مواضع الإشكال في خطوطها، لكن يبقى بعض، لأنه اعتمد على نسخة واحدة، اعتمد، وهذا يزيد الأمر صعوبة، اعتمد على نسخة واحدة، فربما نقف إن شاء الله تعالى في بعض المواضع، أقول ربما يكون الشيخ عزيز شمس قرأها على خلاف ما هو مخطوط، ولسنقف إن شاء الله تعالى عليها في مواضعها. الرسالة التي بين أيدينا قسمها المؤلف إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بأصل القاعدة، وهي الاستحسان وتخصيص العلة، ثم أورد في نهاية الرسالة قال فصل، ثم فصل الكلام، والغالب أن المؤلفين إذا فصلوا كلاما عن سابقه يعني أن هذا الكلام لا صلة مباشرة بما سبق، وهذا بالفعل هو الذي، فإن آخر المسائل التي أوردها الشيخ في هذا المقام هي خمس مسائل فقهية، خمس مسائل فقهية أوردها الشيخ عرضا أثناء تأليفه لرسالة الاستحسان، لكنه حررها في آخر الرسالة، وتحريره في آخر الرسالة كان تحريرا على الطريقة الفقهية الجدلية الخلافية لا على الطريقة الأصولية، وهذا من عادة الشيخ رحمه الله تعالى أنه يستطرد، فكأن هذه المسائل الفقهية، مسألة التيمم، مسألة شراء الأرض الوقف، إلى آخر خمس مسائل أوردها الشيخ في آخر المؤلف وفصلها عن سابقه، فإن سمح الوقت بالقراءة سنقرأه إن شاء الله تعالى، لكن الغالب أن الوقت لن يكفينا، لأننا سنعتمد أو سنركز على أصل الفصل الأول، وهو ما يتعلق بهذه القاعدة، بقاعدة الاستحسان. ولعلنا نبدأ، إذا كان أحد الإخوة أحب أن يقرأ فلنبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، واغفر للسامعين والحاضرين. أما بعد، قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية: الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فصل في الاستحسان وتخصيص العلة.
وموضع الاستحسان هل يقاس عليه أم لا، وما يرد من الأحكام الثابتة بالنص والإجماع ويقال إنها مخالفة للقياس، فإن هذه قواعد كثر اضطراب الناس فيها، والحاجة ماسة إلى تحقيقها في كثير من مسائل الشريعة أصولها وفروعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. قال: فصل. وهذا هو الفصل الأول، وقلنا أن الكتاب قسمه المؤلف إلى فصلين. هذا هو الفصل الأول، وهو الذي يتعلق بهذه القاعدة. قال: فصل في الاستحسان وتخصيص العلة. وكأنه أراد أن يجعل أصل هذه الرسالة في تحرير صلة الاستحسان بتخصيص العلة، أما ما عدا ذلك من خلاف في تقديم الأثر على القياس أو في تقديم القياس على الأثر ونحوه، فكأن الشيخ ما أراد أن يتعرض له على شكل مباشر، وإن ذكره في ثنايا كلامه، لكن أس الكتاب أو أس الرسالة يتعلق بالاستحسان وبتخصيص العلة، فإن الاستحسان قد خرجه أهل العلم على هذه القاعدة وهي تخصيص العلة. إذن أراد أن يجلو المسألة أو قاعدة الاستحسان وصلتها بتخصيص العلة. ثم قال: وموضع الاستحسان هل يقاس عليه أم لا؟ وهذه أيضا تناولها الشيخ، وهي التي يسميها أيضا أهل الأصول المخصوص من القياس أو المستثنى من القياس، هل يقاس عليه أم لا؟ فالشيخ أيضا في هذا المقام أورد هذا الخلاف، وسيأتي موضعه إن شاء الله. قال: إذا موضع الاستحسان الذي خص من أصل هذا القياس أيستحيل بعد ذلك أن يكون أصلاً بنفسه فيقاس عليه؟ هذه مسألة ثانية. ثم المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا المبحث، قال: وما يرد من الأحكام بالنص والإجماع ويقال إنها مخالفة للقياس، وإن شئت أن تكمل العبارة هل هي من الاستحسان، لأن أيضاً هذه موضع نزاع، بمعنى الحكم الذي يأتي بالنص والإجماع ويخالف القياس هل يسمى استحساناً أم لا؟ وهذه أيضاً أوردها الشيخ. فهذه الزيادة إما أن الشيخ ما ذكرها بناءً على ما قدم به أن البحث سيكون في بيان الاستحسان، أو أن يكون سبق قلم، بمعنى مع العجلة لم يذكرها الشيخ في هذا المقام. ثم نبه وصدق رحمه الله تعالى حين قال: قال فإن هذه قواعد كثر اضطراب الناس فيها، والحاجة ماسة إلى تحقيقها في كثير من مسائل الشريعة أصولها وفروعها. وقبل أن نستطرد، لعلي أشير إلى أن الاستحسان كلفظ هو لفظ شرعي، وقد جاء في الكتاب والسنة من ذلك قوله تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقوله أو في الأثر ما جاء في الأثر: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، إلى غير ذلك. فلفظ الاستحسان من حيث الاستعمال الشرعي لا تثريب على استعماله واستخدامه، إنما الخلاف في هذا الأصل في لفظ الاستحسان أيستحيل إلى أصل شرعي بحيث يبنى عليه مسائل فقهية عملية، هذا موضع النزاع. نعم. أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل، وقد يراد به غير ذلك،
والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على ثلاثة أقوال، منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقا وهم نفاة القياس كداود وأصحابه وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم، فليس عندهم في أدلة الشرع لا قياس ولا استحسان. ومنهم من يقر به بهذا المعنى ويجوز مخالفة القياس للاستحسان ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان، وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه. ومنهم من ذم الاستحسان تارة وقال به تارة كالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم، ففي كتب مالك وأصحابه ذكر لفظ الاستحسان في مواضع، والشافعي قال من استحسن فقد شرع، وتكلم في إبطال الاستحسان وبسط القول في ذلك، وكان من أعظم الأئمة إنكاراً له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان كما قال أستحسن أن تكون المتعة 30 درهما. ولهذا حكي للشافعي في الاستحسان قولان قديم وجديد. بارك الله فيك. قال رحمه الله: أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل، وهذا صحيح، أغلب كتب الأصول لا سيما الحنفية إذا ذكروا هذا قالوا هو تقديم الدليل القوي على القياس. ما هو هذا الدليل القوي؟ قالوا سواء كان أثراً نصاً حديثاً أو كان قياساً قوياً، فهذا هو المشهور والمعروف. وهناك تعاريف أخرى لا بأس أن نذكرها مجملة. أولا، من حيث قولنا أو قول الشيخ هنا تقديم الدليل على القياس، إما أن يكون أحد القياسين أقوى من الآخر فهذا تقديم دليل قوي على القياس، وكذلك قالوا أو تخصيص القياس بالسنة وهذا أحد تعاريفه، أو ترك القياس للحديث. وربما عرف بتعريف ضعيف غير مقبول له صلة بالإلهام، بدلالة الإلهام أو بقاعدة الإلهام إن كانت هي قاعدة، وهي قيل فيه هو ما ينقدح في نفس المجتهد وتعجز عبارته عن تفسيره، وهذا أيضا تفسير آخر للاستحسان وغير ذلك. وهناك أقوال أخرى في تعريف الاستحسان، لكن المشهور هو ما ذكره الشيخ في هذا المقام، وهو تقديم الدليل على القياس سواء كان سنة أو كان نصا من القرآن أو كان أقوى القياسين. لذلك الناظر حين ينظر يقول وما، وبعضهم يذكر ذلك يقول وما الطائي وما الفائدة من ذكر الاستحسان إن كان المقصود بالاستحسان هو تقديم الدليل القوي على القياس سواء كان نصا أو حديثا أو قياسا أقوى. قال فهذه فالمذاهب كلها متفقة على ذلك، لكن في كل الأحوال سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل للشيخ في هذا المقام. ثم قال والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على ثلاثة أقوال، أي على ثلاثة مذاهب. منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقا ولا يقبله، وهذا ينسب إلى نفاة القياس عموما كداود وأصحابه، وقد عقد ابن حزم في كتابه الإحكام فصلا في هذا، شنع أشد التشنيع على الاستحسان ولا غرابة في ذلك، فإن ابن حزم شنع على القياسيين أشد التشنيع، فما بالك إذا كان قاعدة هي دون قاعدة القياس، مع أن القياس جمهور الأمة بل قيل أنه مجمع عليه، ومع ذلك شنع على أهل القياس أشد التشنيع، فمن باب أولى أن يشنع على من قال بالاستحسان. قال وكذا وكثير من أهل الكلام
من المعتزلة والشيعة وغيرهم، وهؤلاء أيضا نفاة للقياس، فليس عندهم في أدلة الشرع لا قياس ولا استحسان. وربما يكون الشيخ يعني خرج هذا المذهب، احنا نقول التخريج بمعنى، وهذا الذي نبه عليه الشيخ، قال هؤلاء نفاة القياس، وإن لم تقف على نص لهؤلاء سواء الظاهرية أو المعتزلة وغيرهم، إن لم تقف على نص لهم فإن المقام أو التخريج يقتضي أن يقال أنهم ينفون الاستحسان، لأنهم إذا قالوا في الاجتهاد المبني، الاجتهاد وهو القياس الذي يستنبط باستخراج العلة وإلحاقها وإلحاق الفرع بالأصل، إذا كانوا يقولون بنفي ذلك فمن باب أولى أن ينفوا الاستحسان الذي هو دونه، فيقال في هذا المقام إما أن يكون الشيخ قد وقف على نصوص لهم، ربما يكون ذلك للمعتزلة ومن نفاهم، أو أن يكون الشيخ قد خرجها على لوازم مذهبه، فإنهم إذا نفوا القياس فمن باب أولى أن ينفوا الاستحسان. هذا المذهب الأول. قال ومنهم، وهو المذهب الثاني، ومنهم من يقر بهذا المعنى ويجوز مخالفة القياس للاستحسان، بمعنى إذا خالف القياس مخالفته للقياس، المسألة التي خالف فيها يسمي، يقول أنا خالفت القياس في هذا الموضع استحسانا، فيسمي هذه المسألة التي خالف فيها بالاستحسان، ويبقى القياس فيما عدا ذلك، بمعنى إنما يخصص موضع هذا الموضع دون غيره، لأن القياس يحتاج إلى علة، والعلة لا بد أن تكون مضطردة، من شروط العلة أن تكون مضطردة، فإذا كانت مضطردة فأتى إلى موضع قال لا أنا أستثني هذا من عموم هذا القياس ومن عموم هذه العلة. ليش لما استثنيتها؟ قال والله لوجود الأثر أو لوجود النص أو نحوه، قال وأسمي هذا استحسان، فهذه المسألة التي استثنيت يسمونها استحسانا. قال وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه، المشهور في كتب الحنفية هو هذا، أن تقديم الدليل على القياس على موضع القياس هو الذي يسمى بالاستحسان، وتبقى العلة مضطردة على بقية الأحكام وعلى بقية المسائل، فالمسألة التي استثنيت يسمونها استحسانا. وهذا كما ذكر الشيخ في هذا المقام هو المشهور في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. والإشكال والمذهب الثالث هو المشكل. قال ومنهم من ذم الاستحسان تارة وقال به تارة أخرى، وهذا هو قول الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. ففي كتب مالك ذكر لفظ الاستحسان في مواضع، وأشار المحقق في هذا المقام على نصوص من كتب المالكية نقلت لفظ الاستحسان، فإنه قد نقل عن الإمام مالك، ولعل من أعجبها أو أغربها أو أقواها إذا صح التعبير هو قول ما نسب إلى الإمام مالك، قوله تسعة أعشار العلم في الاستحسان، تسعة أعشار العلم في الاستحسان. وكذلك الشافعي فإنه قال من استحسن فقد شرع، ويقول أصحابه ما ذكرها بهذه اللفظ، وإن كانت هذه من محاسن ألفاظه رحمه الله تعالى، لكنه جاء في موضع في الأم قال من الاستحسان تلذذ، هكذا قال، لكن أصحابه ينقلون هذه من استحسن فقد شرع، قالوا هذه المقدمة الأولى.
والمقدمة الثانية ومن شرع فقد كفر، من استحسن فقد شرع، ومن شرع شيئا لم يأذن به الله فهو كافر، هكذا قالوا. وهذا الاستحسان، ونسيت أن أنبه عليه، بمعنى الاستحسان أن يتلذذ، يأتي حكم لا نص فيه فيعطيه حكما ليس مبنيا لا على قياس ولا على نص، أو يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرده بغير دليل، فيرده بغير دليل، وهذا أيضا يسمى استحسانا بمعنى التلذذ، لأنك إذا رددت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمت رأيك هذا، ورد الحديث لم يكن مبنيا على أصل أو على معارض، وإنما قدم رأيه، فإن هذا يعد استحسانا. والمثال الذي أورده الشافعي في ورد الشافعي قصد به الإمام أبا حنيفة، فإنه جاء في موضع الزاني إذا شهد 4 شهود وكل شاهد قال رأيته في الركن هذا، والثاني قال في الركن الثاني، والثالث قال في الركن وهذه شبهة، بل شبهة قوية تسقط الحد، لكن نسب إلى الإمام أبي حنيفة قال بل يحد، فربما زحف في الركن الأول والثاني والثالث. فيقول الإمام الشافعي قال فأي استحسان في استحلال دم امرئ معصوم، لأن الزاني إما أن يجلد أو يقتل أو يرجم، فيقول حتى لو شهد الشهود وكل شاهد ذكر أنه رآه في ركن قال يقام عليه الحد الرجم، قال فأي استحسان إذا كان مؤداه إلى استحلال دم امرئ معصوم. وهذا الاستحسان هو الذي نفاه الحنفية البتة عن صاحبه، عن أبي حنيفة، وهذا هو الظن به رحمه الله تعالى، بمعنى أن يأتي فيشرع شرعا لم يأذن به الله عز وجل، أو أن يأتي إلى حديث صحيح فيرده ويقدم رأيه. لذلك دافع الحنفية عن هذا وأنكروا أشد الإنكار أن يكون أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد قال بهذا المعنى من الاستحسان، وهو أحد وجوه التعريف، فاتني أن أذكره، وهو أحد وجوه التعريفات للاستحسان. لكن الشافعية ألف رسالة في هذا المعنى قصد بها أبا حنيفة رحمه الله تعالى. ولعلك أيضا مع شهرة هذا القول، يعني شهرته في كتب الأصول، ورد الشافعية على الحنفية ورد الحنفية على الشافعية، لكن المؤلف ضرب عنه صفحة لم يذكره البت، بمعنى لأنه قول مقبوح مرذول نربأ بأبي حنيفة أن يقول به، فكأن الشيخ في هذا المقام ما تعرض له البتة ولم يشر إليه بأي إشارة مع شهرته ووروده في كتب الأصول. والشافعي ألف رسالة في قال وتكلم في إبطال الاستحسان وبسط القول في ذلك، لكن من لطائف هذا المقام أن أبا بكر الجصاص، أبو بكر الرازي الحنفي صاحب الفصول في الأصول، قال وهو حنفي، قال في هذا المقام قال صاحبنا إبراهيم ابن جابر أحد أعيان العلماء في زمنه، أحد أعيان العلماء، وله قال وله مصنفات في الخلاف، قال كان يقول بالقياس ثم ترك القول به، قال فسألته لما تركت القول بالقياس، قال قرأت كتاب الشافعي إبطال الاستحسان فإذا حججه كلها
في إبطال القياس، لذلك رجعت عن القياس. طبعا هو غمز أراد أن يغمز به الشافعية، بمعنى أن صاحبكم وإن كان قد ألف في إبطال الاستحسان لكن كلامه قد ارتد عليكم في أصل نقر به وتقرون به وهو القياس، فإنه في الحقيقة ما أبطل الاستحسان إنما أبطل القياس، والله أعلم. يعني الجصاص أمين في النقل، لكن يعني هل يلزم أو هل أن يعني كتاب الشافعي في إبطاله الاستحسان يلزم منه إبطال القياس؟ هذا جد بعيد. على كل هذه من الملح التي ترد في هذا المقال. قال وبسط القول في ذلك، قال وكان من أعظم الأئمة إنكارا له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه في أكثر كتب الأصول وفي كثير من كتب الأصول يمنعون القول بالاستحسان، لكن عند المتأخرين كابن الحاجب يوردون القولين في هذا المقام. قال ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في مواضع، قال الشافعي قال ذكرها في 3 مواضع في كتبه القديمة في المذهب القديم، كما قال أستحسن أن تكون المتعة 30 درهما، هذا لفظه رحمه الله تعالى، لفظ الشافعي. والمتعة هو ما تعطاه المرأة بعد طلاقها، قال أستحسن أن تكون 30 درهما. وجمعها الشافعية في 3 أقوال، ثم استدرك عليهم بعض المتأخرين، وهذا السبب في الخلاف، في خلاف الشافعية، بمعنى أن الشافعي له مذهبان، مذهب قديم وهو المذهب المهجور إلا مسائل يسيرة، فلذلك المذهب عندهم هو المذهب الجديد الذي صنفه في مصر، فقالوا هذه 3 مسائل التي أوردها بلفظ الاستحسان إنما كانت في كتبه القديمة، أما في المذهب الجديد فلم يتعرض إلى لفظ الاستحسان، فلذلك قالوا أو ذهب طائفة منهم أن الشافعية لا يقول بالاستحسان. واستدرك عليهم بعض المتأخرين كالزركشي وكذلك ابن السبكي، قالوا بل إن هناك قولان آخران في الجديد ذكر الشافعي فيها لفظة الاستحسان، فهناك 5 مواضع للشافعي ذكر فيها لفظة الاستحسان، وهذا هو السبب في من اعتمد على المذهب القديم وقال مذهبه القديم مهجور فإن الشافعي لا يقول بالاستحسان، والمتأخرون من الأصوليين من أصولي الشافعية قالوا بل إن للشافعي رحمه الله تعالى نصوصا تدل على الاستحسان، وهذا هو السبب في الاختلاف بين القول القديم والجديد. لذلك أشار الشيخ في هذا المقام قال ولهذا حكي للشافعي في الاستحسان قولان قديم وجديد، والسبب في ذلك كما أسلفنا أن القول القديم عند الشافعي هو قول مهجور، المذهب هو المذهب الجديد. نعم. وكذلك أحمد بن حنبل نقل عنه أبو طالب أنه قال أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، قال وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه. قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا يقتضي إبطال القول بالاستحسان وأنه لا يقاس المنصوص عليه على المنصوص عليه. قال وكذلك الإمام أحمد، فقد نقل عنه أبو طالب أنه قال أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، قال وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه. هذا نص معروف مشهور في كتب الحنابلة،
ثم وهذا الذي جعلني أميل أو يغلب على ظني أن أصحاب ابن تيمية ما اطلعوا على هذا الكتاب، لأن الشيخ سينقل هنا توجيه كبار أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم في توجيه كلامه الأخير حين قال: وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه، فوجهوه على الوجه الذي ذكره أو نقله عن وجهوه على القول الذي سأذكره بعد قليل، إلا أن الشيخ كان له توجيه آخر حين قال قلت وسيأتي بيانه. لذلك ابن رجب رحمه الله تعالى يقول، ذكر ذلك في رسائله، قال: ومن دقة كلام الإمام أحمد ودقة استنباطه أن هذا أنه يخفى المعنى المراد على كثير ممن صنف من أهل مذهبه، هكذا يخفى على كثير ممن صنف من أهل مذهبه، وربما حملوا قوله الذي نقل أو نصه الذي نقل على قول مذهب آخر، على قول مذهب إمام آخر. ها هنا نقل الشيخ عن القاضي أبي يعلى، قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا يقتضي إبطال القول بالاستحسان، هذا النص أن الإمام أحمد لا يقول بالاستحسان، انتهى كلام القاضي. ثم وأنه لا يقاس المنصوص عليه على المنصوص عليه، هذا ليس في كتاب القاضي، فإما أن يكون سبق قلم من الشيخ أو نحوه لا أدري، لكنه ليس من كلام القاضي أبي يعلى. القاضي أبو يعلى وأتباعه وتلاميذه كأبي الخطاب، وما زال هذا التوجيه يتحدر في كتب الأصول إلى ابن النجار، أنهم قالوا في قول الإمام أحمد: وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه، بمعنى أنا أترك القياس بالخبر، بمعنى أنا لا أقدم القياس على الحديث، لا أقدم القياس، وهذا ظاهر الكلام، بمعنى بادي النظر حين يقول الإمام أحمد: وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه، بمعنى أنا أقدم الأثر والحديث على القياس. هذا الذي فهمه القاضي أبو يعلى، وهذا الذي فهمه تلميذه أبو الخطاب، ثم ظل هذا القول يتحدر، نقله ابن مفلح ونقله المرداوي ونقله ابن النجار إلى آخره. لكن للشيخ هنا توجيه آخر لكلام الإمام أحمد يخالف من سبق، ولعلكم تستحضروا كلمة ابن رجب رحمه الله تعالى، قل ترى من دقة كلام الإمام أحمد أنه يخفى، دقة كلامه واستنباطه أنه يخفى على كثير، وهذا الكلام ربما صحيح، يعني أنا ربما يحمل على كلام بقية الأئمة كقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في تقديم الأثر أو تقديم الحديث على القياس أو على الاجتهاد، فربما حمل على ذلك. وهذا الذي جعلني أميل أو يغلب على ظني، لأنه مسألة فريدة مثل هذه أو توجيه فريد مثل هذا من إمام في المذهب في مقام ابن تيمية، بعيد أن يخفى، بعيد ألا أن يغفلوا عنه أو ألا يعيروه انتباها، لكنهم ما ذكروه، وهذا الكلام إنما هو مذكور في هذه الرسالة وليس بمذكور في كتبه في الفتاوى ونحوها، فلعل هذا أيضا مما يجعلني أميل أن هذه الرسالة ما اطلع عليها إلا ابن القيم. لذلك ابن القيم لما جاء في هذا التوجيه نقل كلام القاضي أبا يعلى، ونقل قال: ونازعهم شيخنا ابن تيمية في هذا الفهم أو في هذا التوجيه، ثم أورد كلام الشيخ الآتي. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلت مراد أحمد أني أستعمل النصوص كلها ولا أقيس على أحد النصين قياساً يعارض النص الآخر، كما يفعل من ذكره حيث يقيسون على أحد النصين ثم يستثنون موضع الاستحسان إما لنص أو غيره، والقياس عندهم يوجب العلة الصحيحة فينقضون العلة التي يدعون صحتها مع تساويها في محلها. وهذا من أحمد يبين أنه يوجب طرد العلة الصحيحة، وأن انتقاضها مع تساويها في محلها يوجب فسادها. ولهذا قال: لا أقيس على أحد النصين قياساً ينقضه النص الآخر، فإن ذلك يدل على فساد القياس. وهو يستعمل مثل هذا في مواضع مثل حديث أم سلمة، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، مع حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يبعث به وهو مقيم، فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. بارك الله فيك. قال: قلت في توجيه، أي في توجيه هذا الكلام بعد أن نقل كلام القاضي، والله أعلم، أغلب الظن أن الشيخ يعني حين قال وأنه لا يقاس المنصوص على المنصوص عليه هو سبق قلم من الشيخ ابن تيمية، ولعله أراد أن يقول، لأن هذا كلام القاضي، وأنا أترك القياس للخبر بالخبر، فلعله سبق قلم، وإلا هذا كلام القاضي. لذلك ابن القيم يقول: ونازعهم شيخنا في هذا التوجيه. قال: مراد الإمام أحمد أني أستعمل النصوص كلها ولا أقيس أحد النصين قياساً يعارض النص الآخر، كما يفعل من ذكره، أي قصد به الحنفية، حيث يقيسون أحد النص، يقيسون على أحد النصين ثم يستثنون موضع الاستحسان إما لنص أو غيره، والقياس عندهم يوجب العلة الصحيحة فينقضون العلة التي يدعون صحتها مع تساويها في محلها. ولعلنا نشير إلى مقدمتي، وأذكر نفسي وأذكر إخواني، لا شك أن مثل هذا الكتاب هو لأهل الاختصاص، فمن الصعوبة بمكان أن نقف عند كل مصطلح، لذلك لو أعنتموني على أنفسكم بمعنى نحضر قليلا قبل أن نأتي، لا سيما في المصطلح في بعض المصطلحات حتى نكون على ذكر منها. من المعلوم أن العلة من شروط العلة أن تكون مضطردة، بمعنى كلما وجد العلة يوجد الحكم، من شرطها الاضطراد، ومن مسالك العلة الطرد، بمعنى لا بد وأن تكون العلة مضطردة، فإذا وجدت العلة يوجد الحكم. والعلة الصحيحة لا بد وأن تكون مضطردة، بمعنى من استنبط علة من هذا الحديث أو من هذا الحكم من شرطها أن تكون هذه العلة مضطردة، بمعنى كلما وجدت العلة يوجد الحكم معها، فإذا تخلف في بعض الصور عد ذلك قادحا وناقضا، وفيه كلام أيضا سيأتي للشيخ في موضع آخر. هذه مقدمة لا بد من ذكرها، وبالمثال سيتبين كلام الشيخ في هذا المقام. قال: والقياس عندهم وعند غيرهم، لكنه يلزمهم، والقياس عندهم يوجب العلة الصحيحة، ومن شرط العلة الصحيحة أن تكون مضطردة، فينقضون العلة التي يدعون صحتها مع تساويها في محلها. أنت إذا استنبطت علة ثم قلت العلة هي كذا وكذا، ثم جاء أثر أو حديث فخالف عموم هذه العلة في بعض المواضع، معنى ذلك أن العلة التي استنبطتها هي موضع مأخذ، هي موضع نظر، أو ربما تكون منقوضة، لأن من شرطها أن تكون مضطردة، ولا يمكن أن يأتي نص يخالف علة صحيحة،
لأن النص الصحيح لا يعارض العقل الصحيح الصريح. فالقيل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له مؤلف قال ما لا بعد تتبعي وقراءتي ما وجدت قياسا صحيحا يخالف نصا صحيحا. فلذلك إذا جاء نص وقلت لا أنا والله في هذه الصورة أستثني، ليه؟ لأني أستحسن أن أقدم هذا النص على هذا القياس في هذا الموضع فيكون استحسانا. معنى ذلك أن العلة التي استنبطها هي موضع نظري. قال وهذا من أحمد يبين أنه يوجب طرد العلة الصحيحة لا بد أن تكون مضطردة، وأن انتقاضها بمعنى تخلفها في بعض المواضع يوجب فساده، وهذا الذي يسميه أهل الأصول بنقض العلة. وهي وكثير من الأصول يقولون من لوازم تخصيص العلة نقض العلة، لذلك فيها خلاف كبير. ولهذا قال لا أقيس أحد النص لا أقيس على أحد النصين قياسا ينقضه النص الآخر فإن ذلك يدل على فساد القياس. بالمثال يتضح. قال والإمام أحمد يستعمل هذا في مواضع مثل حديث أم سلمة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من أرى إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، مع حديث عائشة كنت أفتل قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به وهو مقيم فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. نرجع إلى نص الشيخ يقول لا أقيس على أحد النصين قياسا ينقضه النص الآخر. لذلك الحنفية في هذا الموضع قاسوا حديث المهدي أو قاسوا المهدي على من أراد أن يضحي وآخرون قاسوا المضحي على المهدي. فإنك إذا قست أحد النصين لزم من ذلك أن يكون النص الآخر مناقض له، وفي المذاهب سيتبين أكثر. نعم. والناس في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من يسوي بين الهدي والأضحية في المنع ويقول إذا أرسل المحرم هدياً لم يحل حتى ينحر كما يروى عن ابن عباس وغيره، ومنهم من يسوي بينهما في الإذن ويقول بل المضحي لا يمنع عن شيء كما لا يمنع عن المهدي، فيقيسون على أحد النصين ما يعارض الآخر. وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم عملوا بالنصين ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، كما أن الله لما أحل البيع وحرم الربا لم يقس المسلمون أحدهما على الآخر، وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحل المذكى وحرم الميتة لم يقيسوا أحدهما على الآخر، بل هذا قياس المشركين. قال الناس في هذا الحديث على مذاهب في القياس. قال منهم من يسوي بين الهدي والأضحية في المنع فلا يأخذ من شعره ولا من أظفره سواء كان مهديا أو مضحيا، فقاسوا قال ويقول إذا أرسل المحرم هديا لم يحل حتى ينحر كما يروى عن ابن عباس وغيره، وهذا أيضا قول بعض أهل العلم. فقاسوا المهدي على من على المضحي، فعندهم أن المهدي كذلك يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته. طيب قياسك المهدي على المضحي أوجب أن تنقض النص الآخر عن عائشة، فإنها تقول
فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. إذن هذا القياس لزم منه مخالفة هذا النص، وهذا الذي أراده ابن تيمية. طيب القياس الآخر، قال: ومنهم من يسوي بينهما في الإذن ويقول: بل المضحي لا يمنع عن شيء، وهذا قول الحنفية، كما لا يمنع المهدي، فيقيسون على أحد النصين ما يعارض الآخر. فقاس المضحي على المهدي، قاس المضحي على المهدي، فقالوا: فكما أن المهدي كما قالت عائشة فلا يحرم عليه شيء، قال كذلك المضحي يأخذ من أظفاره ويأخذ من شعره. وضحت موضع القياس؟ حين قاس المضحي على المحرم لزم من ذلك مخالفة النص، وكذلك من قاس المهدي على المضحي لزم من ذلك مخالفة النص. وهذا من كلام الشيخ، قال: هذا الذي أراد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين قال: وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه. لأنه معنى ذلك إن أنت إذا قست نصا على نص لازم من ذلك أن تجعل أحد النصين منسوخا. فإذا قلت المهدي جاز له المضحي، إذا قسته على المهدي وتقول عائشة فلا يحرم عليه شيء، كذلك المضحي ما يحرم عليه شيء، فمعنى ذلك أنك أخللت بهذا النص وجعلته في حكم المنسوخ. وإذا قست المهدي على المضحي كذلك جعلت أحد النصين منسوخا. وهذا هو المحذور الذي حذر منه الإمام أحمد، وهذا هو التوجيه الذي وجهه به الشيخ مخالفا كل من تقدمه. أما فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد بن حنبل وغيره، فقد عملوا بالنصين، ما قاسوا أحد النصين على الآخر، جعلوا هذا الأول في حق المضحي إذا لم يرد الحج، والثاني في المهدي إذا أراد الحج، فأعملوا النصين وما جعلوا النصين في حكم المتعارض، حتى ألجأهم ذلك إلى مخالفة أحد النصين والحكم عليه بالنسخ. وقال: ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، كما أن الله لما أحل البيع وحرم الربا لم يقس المسلمون أحدهما على الآخر، وإنما هذا قياس المشركين. قالوا: إنما البيع مثل الربا، هذا قياس المشركين، وأهل الملة وأهل الإسلام إنما يعملون كل النصوص ولا يلجؤون إلى أن يقيسوا أحد النصين على الآخر فيحملهم ذلك إلى ارتكاب النسخ. قال: وكذلك لما أحل المذكى وحرم الميتة لم يقيسوا أحدهما على الآخر، بل هذا قياس المشركين. وقد ذكر المحقق هذا الحديث فقال: وقياس المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، والذين قاسوا الميت على المذكى أو الميتة على المذكى، وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فجعلوا العلة في الأصل كونه قتل آدمي. فهذا توجيه الأئمة فقهاء أهل الحديث الإمام أحمد أنهم أعملوا النصين. ثم ذكر الشيخ في هذا المقام أيضا بعض الأمثلة التي يمكن بيان فيها أنه لا يمكن أنك لا تقيس نصا على نص، وإذا فعلت ذلك أدى إلى ارتكاب محذور، وهو الحكم على أحد النصين بالنسخ. نكمل. وكذلك لما جاء الكتاب والسنة بالقرعة وجاء بتحريم القمار لم يقيسوا هذا على هذا، بل أجازوا القرعة وحرموا الميسر والاستقسام بالأزلام، بخلاف من جعل القرعة من القمار أو من الاستقسام بالأزلام،
ولم يعلق بها حكما، وأحمد أكثر الفقهاء عملا بالقرعة لما كان عنده فيها من النصوص والآثار. بارك الله فيك. كذلك مثال آخر مسألة القرعة، وهذه أيضا الحنفية منعوها، الحنفية وغيرهم منعوها، فإنهم قاسوا القرعة على القمار، جعلوه من قبيل القمار، فأدى هذا القياس إلى أن يجعلوا هذه الأحاديث التي وردت وهي أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة في حكم المنسوخ. والسبب في ذلك أنهم قاسوا أحد النصين أو أحد الحكمين على الحديث الآخر، مما حملهم على ارتكاب محظور وهو النذر. قال: وكذلك لما جاء الكتاب والسنة بالقرعة، وذكر المحقق بعض الأحاديث بذلك، وجاء بتحريم القمار، لم يقيسوا هذا على هذا، بل حرموا القمار كما أخبر الله تعالى، وأعملوا الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في القرعة. قال: بل أجازوا القرعة وحرموا الميسر والاستقسام بالأزلام، بخلاف من جعل القرعة من القمار، أي قاس القرعة على القمار، فإنه حينئذ حين قاس القرعة على القمار حمله ذلك على مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة عنه صلى الله عليه وسلم في العمل بالقرعة. فهذا القياس أدى إلى ارتكاب هذا المحذور. قال: ولم يعلق بها حكما، وأحمد أكثر الفقهاء عملا بالقرعة لما كان عنده فيها من النصوص والآثار. نقف على هذا الموضع ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.